هي على الحياة فهم. موجز الأخبار على الحياة فهم. أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أفاد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا رياض دغبوس اليوم الأربعاء بأن فيروس النزلة الموسمية عادت إلى الانتشار بتونس بحدة ووجدت أرضية ملائمة لذلك بعد أن سجلت تراجعا في انتشارها في السنتين الأخيرتين. وفسر دغبوس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الطفرات المتطورة لفيروسات الجريب أو النزلة الوافدة وجدت لها أرضية ملائمة للانتشار وعادت بقوة بعد تراجع فيروس كورونا. وأوضح مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية أن فيروس كورونا كان منذ السنتين المهيمن ولم يترك مجالا لفيروسات الجريب للانتشار الواسع ولم يكون الناس مناعة قوية وأجسام مضادة ضد النزلة الموسمية التي لم تعرف انتشارا واسعا، ولذلك عندما ظهرت حاليا في فصل الشتاء انتشرت بشكل واسع لافتا إلى أن فيروس الجريب ليس مخطرا ولكن يجب التحصن منه عبر التلقيح. تميز صيف 2022 بارتفاع ملحوظ واستثنائي في درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد التونسية، خاصة خلال شهر جوان الذي احتل المرتبة الأولى في أشهر جوان أشد حرارة حسب ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية بالفيسبوك. وأوضح نفس المصدر أنه تم تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى خلال هذا الصيف بالعديد من الجهات، مما جعل هذا الصيف يصنف ثاني صيف أشد حرارة شهدته البلاد منذ سنة 1950. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين عبد رؤوف بالي بخصوص امتناع بعض رؤساء مكاتب الاقتراع عن التصريح للصحفيين والمراسلين بنسب الإقبال على التصويت ومنعهم من التصوير في مراكز الاقتراع أنها مست من التغطية الإعلامية للانتخابات ومن العمل الصحفي ومن حرية التعبير وحصول المواطن على المعلومة، وفق ما أكده بالي في تصريح لبرنامج ريكاب ميديا على موجات إذاعة الحياة فهم. وأضاف بالي أن هيئة الانتخابات معادية لحرية التعبير ومعادية للصحافة التونسية وأنها حملت مسؤولية فشلها لوسائل الإعلام، وتابع قوله: هيئة الانتخابات حملت أيضا المواطن التونسي مسؤولية فشل الانتخابات من خلال قول رئيس الهيئة أن نسبة الإقبال على التصويت منخفضة ولكن نظيفة، فأن ذلك يعني أن 9 مليون تونسي كانوا يصوتون بالرشوة وفق تعبيره. الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022. وختاما، حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن المجاعة تتفاقم بسرعة في الصومال وأن أكثر من 700 ألف شخص قد يواجهون المجاعة السنة المقبلة. وبحسب وكالة الأمم المتحدة فأن الاستثمار على نطاق واسع في الصمود ودعم سبل العيش مطلوب في الصومال لكسر حلقة الجوع. ووفق المنظمة فأن الصومال دفعت إلى حافة المجاعة بسبب الجفاف وأسعار الغذاء المتصاعدة وتفاقم الصراع. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، قدمته لكم نجلة خليفة هاني. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.